الجواري، 26 سنة، مدينة وزان، طالبة اقتصاد في سنتها الثالثة. كنشكر طنجة 24 على الاستضافة وحسن الاستقبال. جيت عندكم اليوم باش نبارطاجي معكم الهواية ديالي اللي رجعت للمشروع، التطريز اليدوي. البداية ديالي كانت عادية جدا، كان عندي حساب فيسبوك، خديت صورة لأول طابلو قديته اللي كان بالاسم ديالي، فصورته وحطيته في صفحة الفيسبوك، لقى إعجاب من عند الأصدقاء ديالي، الشيء اللي خلاني نتشجع أنني ندرس حاجات آخرين، درست آيات قرآنية، درست عبارات، درست اقتباسات، وكل مرة كنحط حاجة كنلقى تشجيع، كل مرة كنحط حاجة كنلقى الناس كيعجبوهم، شوية بدا كيجيني عليهم طلب، ففاش بدا كيجيني عليهم طلب ما قلتش لا، وزعمت وجربت نطرز أول طابلو ليلي. درست ولقى حسن من عند كليان، والحمد لله من تما وهي بدات المسيره ديالي. الصعوبات اللي واجهتني في البدايه هي كيفاش نلقى النوع المزيان ديال الخيط، كيفاش نلقى الانواع ديال الثوب، كيفاش نلقى مرمات، وايضا كيفاش نسوق البروجي ديالي، وكيفاش نزيد بهاد الهوايه هذه لقدام. التطريز اليدوي هو اش غنقول لك، هو شي حاجه. التطريز اليدوي هو داك بحال شي بيبي صغيور، يعني هذا البروجي بحال شي بيبي صغيور، خصك تديها فيه، خصك تربيه وتطوره وتزيد فيه نهار على اخر. شي حاجه ما يمكنش نعبر عليها. ايضا من الاحلام ديالي هو انني ندير ورشه خاصه بيا، ورشه خاصه بالتصميم والتطريز اليدوي، وان شاء الله يا ربي نوسع لو بروجي ونخلي التطريز يخرج من دائره المرمى الى انني نشوفه على الاثواب، نشوفه على اللباس التقليدي ان شاء الله يا ربي. علاش لا؟ الحاجه اللي كنكون فرحانه فيها وانا كنطرز هي المآثر التاريخيه للمدن المغربيه، وبحال هذا المثال هنا. ففي اول طابلو ليلي المعالم التاريخيه طرست مسقط الراس ديالي واللي هي مدينه وزان، وصراحه الله كيخليك انت كطرز المآثر المغربيه كتحس حتى مغربيت. وصافي، فبديت مدينه وزان، من بعد دزت لمدينه شفشاول اللي هي مدينتي الثانيه، وجايه في الطريق ان شاء الله مدينه طنجه. لاي واحد بغى يبدا لهذا لو بروجي هذا واللي بغى يدخل للتطريز اليدوي، سواء كان بنت ولا دري، فقط يتحلى بالصبر وبالحب للمهنه، فيكون عنده الحب للتطريز اليدوي كفن، ماشي يبغيه مثلا. كاينه بزاف ديال الناس كيبغيو يدخلوا للتطريز اليدوي لا كيقولوا راه فيه الفلوس، راه فيه لا طرس مثلا، راه غادي يجني واحد الربح، فما تكونش عندكم هذه الفكره هذه. لاي واحد بغى يدخل ليلو ويلقى هو راسو فيه باش يعطي فيه اكثر، فإلا كان عندك الحب للفن غادي تعطي فيه اكثر وغادي تستمر فيه. السؤال اللي كيجيني بزاف هو كيفاش نتعلموا التطريز اليدوي وكيفاش نتعلموا لهذا الفن هذا. يقدر اي واحد يتعلم ليه، فقط يكون عندك مع الرسم، يكون عندك مع تنسيق الالوان، تكون عندك داك النظره الفنيه، وباش تلقى باش نقول لك الفن وتلمس الفن في كل حاجه. وتقدر تدخل يوتيوب طابي التطريز اليدوي، غادي يطلعوا لك بزاف ديال الفيديوهات، تفرج في الاول الثاني حتى تبقى تسقل الهوايه، وان شاء الله يا ربي تولي طرز. الحمد لله تمكنت نطرز المغرب كامل، الجهات كاملين، من طنجه العيون، كازا، الرباط، واكثر شيء انني قدرت نطرز برا المغرب، فالحمد لله. فاش كتشوف خدمتك غاده للخارج انا حق المغرب، هذا فخر، فخر كبير. وبالرغم من ان لقيت مشاكل في انني ندير توصيل لخارج المغرب، مي الحمد لله خدمتي مشات. كلمة أخيرة، بغيت نشكر طنجة 24 على الاستضافة، وبغيت نشكر أي واحد كيدعم أي واحد بادي في شي بروجي، بغيت نشكر الأصدقاء ديالي، وبغيت نشكر الوسط ديالي اللي دعمني واللي خلى خلود تكون هنا.